أهلا بكم. منذ تلك الهدنة اليتيمة وفي اليوم 120 على الإبادة الجماعية الموصوفة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، القوى العظمى التي تطرح نفسها وسيطة في صراعات المنطقة تعتدي على دول المنطقة. عدوان موصوف هو الآخر بتوقيع أمريكي بريطاني يستهدف سوريا والعراق، وها هي القيادة المركزية الأمريكية تعلن الأمر بفخر بأنها استهدفت ما تسميه منشآت تابعة لحرس الثورة الإيراني وحلفائه في سوريا وفي العراق. لكن أين هي هذه المنشآت في ظل تأكيد مصدر أمني في المركز الاستشاري الإيراني في سوريا لوكالة يونيوز أنه ليس لدى قوات حرس الثورة وقوة القدس أي مركز أو قاعدة أو ثكنة أو منشأة تعود إليها في سوريا والعراق؟ وبناء على هذا الادعاء الأمريكي الكاذب والمضلل على حد توصيف المصدر عينه، لابد من السؤال عن الرسالة التي أرادتها واشنطن من هذا العدوان، ولماذا سارع الرئيس الأمريكي إلى التوضيح بأن بلاده لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط، وماذا في خلفية ما كشفته مصادر للميادين من أن معظم المواقع التي جرى استهدافها كانت قد أخليت كليا قبل العدوان. المفارقة أن كل ذلك يحدث على وقع إعلان اليونيسف أن 1 مليون طفل في غزة باتوا في حاجة إلى علاج نفسي. فماذا في أفق المشهد الفلسطيني ولا سيما بعد العدوان الأمريكي البريطاني؟ والأهم، ماذا يخبئ الميدان للمقبل من الأيام؟ مشاهدينا الكرام، نناقش كل هذه النقاط وسواها ضمن باقة من المقالات المختارة من الصحافة العربية والأجنبية، ونقرأ بين سطورها مع ضيفنا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي خلف المفتاح. على أن نقف بداية عند آخر المستجدات الميدانية مع مراسلينا في مواقع الحدث الفلسطيني، وأبدأ مع أكرم دلول مراسل ميدين ينضم إلينا من رفح. أكرم، ماذا في آخر التطورات والتفاصيل فيما يتعلق بالواقعين الميداني والإنساني؟ يعني الواقع الميداني ملحم ما زال على ما هو عليه. إسرائيل ماضية في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل، وبالتالي مجازرها ما زالت تتنقل بين المحافظات كافة لتقتل المزيد من الأبرياء، لا سيما النساء والأطفال. وبالتالي 13 مجزرة ارتكبتها إسرائيل بحسب وزارة الصحة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 فلسطينياً. هؤلاء فقط من تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، بمعنى أن هناك أعداد قد تكون أكبر من هذا العدد المعلن. ما زالت إسرائيل تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، وكذلك هناك أعداد من الشهداء ما زالوا تحت ركام البنايات التي عادة ما تدمرها آلة الحرب الإسرائيلية فوق رؤوس الآمنين، من دون أن تتوقع أو تتمكن بالأحرى طواقم الدفاع المدني التي تتعرض للعدوان إلى جانب طواقم الصحة من العثور عليهم، نتيجة طبعا ضعف إمكانات جهاز الدفاع المدني الذي لم يعد بمقدوره أن يتعامل مع كثافة الغارات التي تحصل في ذات الدقيقة وذات الوقت وربما في ذات المدينة. وبالتالي القصف الإسرائيلي ما زال يطال. مدينة رفح التي تعرضت فيها عدة منازل في حي الجنينة إلى غارة عنيفة أدت إلى استشهاد 13 فلسطيني على الأقل، فيما هناك غارة أخرى على رفح أيضا أدت إلى استشهاد 4 آخرين من المدنيين، مع العلم أن مدينة رفح فيها العدد الأكبر من النازحين الذين دفعتهم ظروف الحرب وآلة الحرب الإسرائيلية تحديدا من خلال ما ارتكبته من مجازر مروعة إلى الذهاب نحو هذه المدينة التي تهددها إسرائيل على مدار الساعة بالمناسبة بالاجتياح البري، وهذا الأمر بات مقلقا بالنسبة للمواطنين وكذلك للمنظمات والمؤسسات الدولية التي تحذر من أي عمل عسكري عدواني بري تحديدا على رفح التي تكتظ بهؤلاء النازحين. حقيقة الأوضاع في مدينة رفح تبدو غاية في الصعوبة والقسوة، لا سيما على صعيد النازحين. نحن نتحدث عن أن هناك إسادا ترتجف طوال الليل والنهار
في رفح من بين هؤلاء النازحين الذين يفتقدون أدنى مقومات الحياة على الأقل لمواجهة يعني عواقب المنخفضات الجوية المتعاقبة والأمطار التي تهطل بين الساعة والأخرى، وكذلك البرد القارس الذي يفتك بأجساد الصغير قبل الكبير من هؤلاء النازحين. نتحدث عن أن الرياح العاتية التي يعني تضرب قطاع غزة أسوة ببعض دول الإقليم المجاورة بدأت تقلع خيام هؤلاء النازحين من أماكنها، وبالتالي الأوضاع هنا يعني ما زالت فيها الكثير من التعقيدات على وقع هذه التهديدات الإسرائيلية ضد مدينة رفح. في خان يونس القصف الإسرائيلي كذلك ما زال مستمرا، وهناك عدد جديد من الشهداء، والحصار ما زال يطال مشفى ناصر إلى جانب القصف المستمر على مشفى ناصر وكذلك مشفى الأمل، وهو أمر حدا بوزارة الصحة مجددا للتحذير ومطالبة. فقدنا الاتصال إذن مع أكرم دلول، نشكره جزيل الشكر، كان معنا من رفح. وينضم إلينا الزميل عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد. عبد الله، إذن اعتداءات أمريكية جديدة على مواقع مختلفة في العراق، أولا ضعنا في صورة هذه الاعتداءات وأيضا في ردود الأفعال حتى هذه اللحظة، المواقف التي صدرت من مسؤولين ربما مختلفين عراقيين وكذلك أيضا من المقاومة الإسلامية في العراق، كيف كانت؟ تحية لك ملحم. بالفعل المقاومة الإسلامية في العراق هي مستمرة في عملها الميداني والعسكري ضد القوات الأمريكية، لكن قبل أن نعقب على هذا ملحم، وردت الميادين معلومات تفيد بأن عدد الشهداء مرجح أن يرتفع وقد يصل إلى 14 شهيدا. هذه معلومات أولية، قد تكون الحصيلة الأولية 14 شهيدا بالإضافة ل 26 جريحا. السبب في أن هذه المعلومات لا زالت أولية وحتى هذه اللحظة لم يصدر موقف كامل، لأن هناك عمليات رفع أنقاض، هناك أيضا سيارات احترقت في المواقع التي طالتها الغارات الأمريكية سواء في القائم أو في عكاشات. نتحدث عن 14 شهيدا كحصيلة أولية، هناك بينهم طبعا مدنيين، لكن بينهم من هم بصنف مقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، بينهم مقاتلون في الألوية في قيادة عمليات غرب الأنبار، ألوية 17 18 19 و13. أيضا يتوقع أن مجمل أعداد ضحايا الغارات الأمريكية في قاطع عمليات غرب الأنبار والذي طالته سبع غارات نفذت على مواقع ومقرات للحشد الشعبي هي حصيلة أولية حتى هذه اللحظة بانتظار الموقف الرسمي. طبعا لواء الطفوف، اللواء 13 مقر هو عبارة عن مخزن للأسلحة في الصحراء، بالإضافة لمقر طبابة الحشد الشعبي، وبالتالي نتحدث عن عدوان أمريكي يتكرر على مقرات ومؤسسات الدولة العراقية، وهذا الاعتداء هو يشابه الاعتداءات الأمريكية السابقة التي طالت مقرات للحشد الشعبي سواء في جرف الصخر أو في قلب العاصمة العراقية بغداد عندما تم اغتيال القيادي في الحشد الشعبي أبو تقوى السعادي، وبالتالي العمليات هي عمليات ضد قوات الحشد الشعبي. أبرز ما شهده الميدان هو عمليات للمقاومة الإسلامية استهدفت القوات الأمريكية في الداخل السوري. حتى هذه اللحظة هناك هجوم بطائرة مسيرة استهدف القوات الأمريكية بمحيط مطار أربيل، فيما تم إسقاط طائرة مسيرة ثانية كانت تستهدف القوات الأمريكية من قبل الدفاعات الجوية الأمريكية في محيط مطار أربيل. ذلك يعني أن ما أعلنه يوم أمس الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي من أن التهديد لن ينفع، التهديدات الأمريكية لن تنفع ولن تثني المقاومة، وأن أي فعل أمريكي سيقابله رد، وذلك يعني أن المقاومة الإسلامية في العراق مستمرة بعملياتها ولم توقفها أي عمليات أو اعتداءات أو غارات نفذها الجانب الأمريكي في الداخل العراقي، حتى وإن كان البيت الأبيض قد أعلن يوم أمس أو الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أن ما حصل هو مجرد بداية وأن الوقت والمكان هو ما تحدده واشنطن، حتى وإن كانت الإشارات إلا أن ذلك مجرد بداية وأن هناك عمليات أخرى ستتبع، لكن المؤكد أنه
هناك احتياطات متخذة وعمليات إخلاء للمقرات المهمة والرئيسية، وهناك دراسة للمشهد سياسيا وميدانيا للتصرف على أساس إلى أين ستصل يعني هذه المواجهة أو هذه الصفحة من هذه المواجهة. طيب عبد الله، يعني أنت تحدثت عن ربما ضحايا خلفها هذا العدوان الأمريكي من المؤسسة الرسمية العراقية، نحن نتحدث عن ألوية، أنت ذكرت ألوية ربما في القوات المسلحة العراقية ارتقوا شهداء جراء هذه الاعتداءات الأمريكية، وبالتالي هل من المتوقع أن يكون هناك رد رسمي عراقي قوي هذه المرة؟ طبعا الرد الرسمي العراقي بدايته كانت بموقف القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق عندما أعلنت أن ما حصل هو اعتداءات وخرق للسيادة العراقية في أول رد فعل، وأسرعه كان قد صدر بمجرد أن انتهت العمليات. أيضا لا يمكن عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها أبلغت الحكومة العراقية بهذه الاعتداءات أو بتنفيذ هذه الغارات، لا يمكن اعتبار الأمر هو مجرد تلقي رسالة من الجانب الأمريكي، لأن ما نعلمه أن الجانب العراقي ممثلا بالقيادة العامة للقوات المسلحة أو حتى رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني دائما ما كان يبلغ الجانب الأمريكي من أن ما يحصل هو خرق للسيادة وأن بغداد ترفض هذه الاعتداءات وأن ما يحصل يجب أن يتم إعلام الحكومة العراقية به، بمعنى إن كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي رد أو أي شكوى بخصوص اعتداءات أو قصف يطال قواتها في الداخل العراقي فليس عليها أن تتصرف، إنما بغداد هي من يجب أن يتولى المسؤولية لأنها هي المسؤولة عن كامل السيادة العراقية، وبالتالي يتوقع أن يكون الموقف الرسمي العراقي هو التصعيد أكثر في الجانب الدبلوماسي لجهة دفع ملف التفاوض مع الجانب الأمريكي وإعادة التفاهم ما بين الدفاع العراقية والبنتاغون، ونتحدث عن العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة، والتي من الواضح كما يعني تشير التحركات إلى أن بغداد ماضية بالفعل لإنفاذ اتفاق جديد بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بموجبه يجب أن تغادر القوات الأمريكية العراق، حتى وأن صرح البنتاغون صراحة بأن قواته لن تغادر العراق، لكن من الواضح أن الوضع ميدانيا سياسيا كله بانتظار أن يتم يعني تنفيس الاحتقان الذي يعيشه بمجرد أن يرفع هذا السبب المتوثل بالوجود العسكري الأمريكي وما ينفذه من خلال وجوده في الداخل العراقي. عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، شكرا جزيلا لك. نبدأ مختاراتنا بصحيفة وول ستريت جورنال التي تناولت العدوان الأمريكي لبريطانيا على سوريا والعراق. تقول الصحيفة الأمريكية إن هذا الهجوم لا بد من أن يكون واحدا من أكثر الهجمات العسكرية المعلن عنها ضد عدو في التاريخ، وتتابع أنه لا يمكن لقادة ما تسمى الميليشيات القول إنه لم يتم تحذيرهم، وإذا كان أي منهم ما زال في المناطق المستهدفة فهم أغبى الإرهابيين في العالم. على حد تعبير الصحيفة التي تسأل عما إذا كانت واشنطن ستمضي باستخدام ما يكفي من قدرتها العسكرية لتوجيه رسالة ردع راسخة في النهاية إلى إيران، وبرأي الصحيفة لم تنجح الضربات الانتقامية الأمريكية الضعيفة حتى الآن في مسألة الردع، ولا سيما أن واشنطن كانت تبعث في كل هذا الأسبوع برسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تريد إلحاق كثير من الضرر بالميليشيات التي قد تعتبر ذلك علامة أخرى على أن الولايات المتحدة تخشى التصعيد. وترجح الصحيفة أن تنتهي الهجمات على الأمريكيين عندما يخشى العدو من التصعيد أكثر مما يخشى بايدن ذلك. وفي السياق عينه وعبر موقع سكاي نيوز البريطانية يقرأ خبير عسكري في العدوان الأمريكي البريطاني ويقول إن الولايات المتحدة لا تريد أن تجعل الوضع السيء أسوأ، إنها تعلم أن هذه أعراض وليست المرض، المرض هو في الواقع قتال إسرائيل المستمر في غزة. وبرأي الخبير العسكري أيضا إن الولايات المتحدة تعلم أنها في مأزق، ولا شك في أن هذا تصعيد، لكن ما من المثير للاهتمام رؤية الوضع الصعب للغاية الذي يجد الأمريكيون أنفسهم فيه.
سيد خلف المفتاح، أهلا ومرحبا بك مجددا. طبعا هذه الاعتداءات الجديدة الأمريكية، تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها جاءت ردا على استهداف أمريكيين قرب قاعدة التنف، وبالتالي أدى هذا الاستهداف إلى وقوع العشرات ما بين قتيل وجريح. هل تعتقد بأن الردع الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاعتداءات سيتحقق؟ أولا لابد من إدانة هذا العدوان الأمريكي الموصوف على دولتين ذات سيادة، اعتداء على السيادة السورية، وسوريا دولة مستقلة وعضو في مجلس أو عضو في الأمم المتحدة، وكذلك العراق. إذا نحن أمام عدوان على سيادة الدول وليس استهداف لما يسمونه مجموعات مسلحة. الأمر الآخر، بالتأكيد لن تحول هذه الاعتداءات دون مواجهة الأمريكي والإسرائيلي، لأن هناك هدف معلن وهو أن الوجود الأمريكي وجود غير شرعي هو قوة احتلال، وبالتالي هو داعم للكيان الصهيوني، وبالتالي المشكلة ليست في وجود المقاومة وإنما في وجود عدوان مستمر تدعمه وترعاه الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. وأعتقد أننا سنجد المزيد من المقاومة والاستهداف للقوات الأمريكية وأيضا لحلفاء أمريكا في المنطقة، لأن هذا قرار أبناء المنطقة، هذه مقاومة شعبية نابعة عن إرادة وطنية، وبالتالي تبحث عن سيادة وعن دفاع والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني. ما جرت الإشارة إليه في الصحيفتين واضح، أن وول ستريت جورنال هي جزء من الحملة الإعلامية التحريضية التي تدفع بالمزيد من العدوان على أبناء المنطقة، وبالتالي هذا العصاب السياسي يعكس حالة تمترس وأيضا حالة إعلامية داعمة وليست محايدة. بينما نقرأ القراءة العقلانية والمنطقية وما جاء في سكاي نيوز، إذن السبب هو العدوان على غزة، إذن جذر المشكلة مدخلات السبب العدوان على غزة. دعنا نبقى والدعم الأمريكي. طيب دعنا نبقى فيما ذكرته وول ستريت جورنال، وأنت قلت بأنها ربما تدفع إلى مزيد من التأزيم والتوتير في المنطقة. ما الهدف برأيك؟ لماذا بعض وسائل الإعلام تتبنى هذا النهج وهذا الخط؟ لأنها جزء من المنظومة الحاكمة في أمريكا، جزء أيضا هي تعكس أيضا رأي اللوبي الصهيوني في أمريكا، أن هناك رغبة بالدفع بأمريكا أكثر لكي تساهم في ضرب قوى المقاومة. كما تعلم الخطاب الأمريكي منذ البداية كان هو عدم توسيع دائرة الاشتباك، فلماذا هذا العدوان؟ إذن هناك واضح أن هناك قوى ضغط صهيونية، وهناك أيضا قوى في مركز القرار الأمريكي تدفع باتجاه التصعيد وبالتالي خدمة للكيان الصهيوني. هذا يعني أن الحالة الصهيونية في أمريكا متمفصلة في الإعلام، في الكونغرس، في وزارة الدفاع، وبالتالي علينا نتحدث عن حالة صهيونية في أمريكا وليس قرار أمريكي خالص لمصلحة أمريكا. طيب لماذا برأيك، يعني إذا أردنا الغوص أكثر فيما ذكرته وول ستريت جورنال، هناك حديث بأنه ربما هذه الضربة الأكثر ربما يعني إعلان عن تفاصيلها في التاريخ، وبالتالي منذ أسبوع وتقول الولايات المتحدة الأمريكية بأننا سنوجه ضربات في سوريا، سنوجه ضربات إلى بعض الفصائل وما إلى ذلك. وأيضا في الحديث بأنه تم إبلاغ الحكومة العراقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما تسرب. وبالتالي لماذا برأيك الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت هذا النهج منذ أسبوع وهي تتحدث عن توجيه ضربات إلى أماكن محددة، حتى أنه أعلن عن بعض الأماكن وما إلى ذلك وبعض المناطق التي سيتم توجيه ضربات إليها ولو تلميحا؟ هناك عدة أهداف، أحد الأهداف هو إعطاء رسالة لحلفاء أمريكا في المنطقة أنها قادرة على الضرب وقادرة على العدوان، وأنه يمكن لهم أن يعولوا عليها.
النقطة الأخرى أيضا هي في الداخل الأمريكي، كما تعلم تم تصويب على الرئيس الأمريكي وإدارته أنه ضعيف من خلال الحزب الجمهوري، وكما تعلم الإعلام الأمريكي كان إلى حد كبير إلى جانب التشدد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. إذا هناك شيء يصرف داخل البازار الانتخابي الأمريكي بالتصويب على أن بايدن ضعيف وأنه أضعف أمريكا، وأيضا باتجاه إعطاء رسالة لحلفاء أمريكا بالمنطقة بأن أمريكا قادرة على الضرب. ولكن اسمح لي أن أدخل هنا في مسألة جدا مهمة أن نركز عليها بالإعلام. لماذا يقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين ويصاب ربما أكثر من هذا بكثير وتدمر البيوت، وعندما يقتل 3 جنود أمريكيين تقوم الدنيا ولا تقعد؟ لماذا هذه الاستثنائية في البشر؟ لماذا الدم الفلسطيني والعربي مباح والدم الأمريكي دم مقدس؟ هذه النزعة الاستثنائية، هذه النظرة الاستثنائية يجب أن نركز عليها بالإعلام. يعني قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعبنا من المسألة في هذا النظر. نحن أمام إقنومية، نحن أمام ثقافة واضحة فيها النوع من الغرور، نوع من الاحتقار لأبناء المنطقة والتفوق بالعرق وفي النوع، وهذه مسألة في رسم المثقفين والكتاب في أمريكا من الدعوة الحرية والمساواة والعدالة. طيب هل تعتقد ونحن الآن يعني في حديث عن صفقة وعن هدنة، أنتوني بلينكن سيزور الأحد المنطقة وبالتالي سيبقى حتى نهار الخميس ضمن جولة مكوكية على عدد من دول المنطقة للبحث في إطار هذه الهدنة والتوصل إلى اتفاق، هل تعتقد بأن التصعيد الأمريكي ربما سينسف كل هذه الجهود للتوصل إلى هدنة واتفاق فيما يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة؟ أولا أتمنى ألا نستخدم صفقة فيما يتعلق بالأسرة. هذه يجب أن تكون اتفاقية، اتفاق ما بين الكيان الصهيوني والمقاومة، وبذلك في اعتراف ألا نستخدم كلمة صفقة وكأنها قضية تجارية. هذا المفهوم يجب أن نسحبه من التداول ونقول اتفاق بين طرفين كما جرى في لبنان في عدوان 1998. الأمر الآخر، أنا لست من الذين يميلون إلى عقد اتفاق أو بين قوسين صفقة باتجاه استعادة الأسرى والرهائن. يجب أن يرتبط بوقف العدوان والانسحاب، لأن أهم ورقتين اليوم نملكهم في إطار المقاومة هم التمسك بالمقاومة طبعا بشكل أساسي، توسيع دائرة القتال والصراع وهذا محذور أمريكي، وأيضا عدم التفريط بموضوع الأسرى والمحتجزين، لأنها ورقة ضاغطة يجب أن تكون الورقة النهائية وليس ورقة تكتيكية. أي أن تربط المقاومة الفلسطينية مسألة عودة كل هؤلاء المحتجزين والأسرى بوقف إطلاق نهائي وبالتالي انسحاب، وليس فقط عبارة عن هدنة، لأنه بعد أن يستعيدون هؤلاء الأسرى سوف يفقدوا ورقة قوية مؤثرة في الرأي العام الإسرائيلي. إذا يجب أن ترتبط بحل نهائي وانسحاب نهائي وبالتالي إيقاف إطلاق النار وانسحاب كامل من غزة. وهذا ما أكدت عليه فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة في الاتصال بين إسماعيل هنية وزياد النخالة، وتم التأكيد على أنه ينبغي الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بهذا الاتفاق إذا تم التوصل إليه. ولكن أيضا على الجهة المقابلة، إذا عدنا إلى تصريحات بنيامين نتنياهو، نجد بأن هناك خطوط حمراء رسمها بنيامين نتنياهو تتعلق بعدم وقف إطلاق النار، عدم إنهاء الحرب، وتتعلق بعدم الإفراج عن جميع الأسرى بين مزدوجين الذين يطلق عليهم بالإرهابيين، والنقطة الثالثة أيضا تتعلق بعملية ما بعد قطاع غزة، بأنه قطاع غزة لا ينبغي أن يبقى تحت سيطرة حركة حماس. في ظل هذا التعنت الإسرائيلي الواضح على الأقل في التصريحات، هل تعتقد بأننا أمام فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق، أم مجرد هي مساعي لن تفضي إلى شيء في نهاية المطاف؟ نعم، إذا تمسكنا بمسألة أن
الإفراج عن هؤلاء يرتبط بحل نهائي بمعنى خروج القوات الإسرائيلية المحتلة من غزة ووقف العدوان، وأيضا ربط ذلك ما يسمى اليوم الثاني. اليوم الثاني يجب أن يكون قيام الدولة الفلسطينية، نحن من يحدد اليوم الثاني وليس هم، ليس شكل الإدارة، وإنما أن يكون هناك الربح الاستراتيجي، أي عودة الأراضي المحتلة وأيضا استعادة القدس. الأمر الآخر يجب أن نؤكد على مسألتين، أو توسيع دائرة الحرب والمواجهة كما فعل حزب الله، وإشغال الأمريكي بشكل كامل، لأنه اليوم يعيش في مأزق. الأمريكي لا يمكن له أن يخوض ثلاثة حروب في سلم الأولويات. باعتقادي اليوم أوكرانيا بالحسابات الاستراتيجية تتقدم على مسألة غزة، جنوب شرق آسيا ما يتعلق بالصين أيضا هو مسألة مهمة جدا. إذا لا يمكن لأمريكا أن تفرط بعمل استراتيجي وخسارة استراتيجية أمام ربح بسيط أو ارتهان للكيان الصهيوني. اليوم أعتقد إذا كان هناك من عقلانية، ويعني نحن نعلم أمريكا أنها فيها العقل البراغماتي، هل مصلحة أمريكا أن تعادي ملياري مسلم بمواجهة ربح كيان صهيوني وتخسر في مواجهة استراتيجية؟ أعتقد أن المطبخ الأمريكي يجب أن يفكر بشكل صحيح، أن الارتماء والخوض في قضية غزة ورمال المنطقة سوف يشكل خسارة كبرى لأمريكا، يستفيد منها بشكل غير مباشر من ينافس أمريكا سواء كانت الصين أو روسيا. العقل الاستراتيجي والوعي الاستراتيجي يوجب على أمريكا أن تعيد النظر بحساباتها، وبالتالي لا تدخل في مأزق ومنزلق سوف يفقدها دورها كأكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم. تبقى معنا سيد خلف. مشاهدينا، إلى سؤال في جريدة لتون السويسرية، هل فرض الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين مقدمة لاستراتيجية جديدة؟ ترى صحيفة أن واشنطن اعتمدت أداة جديدة لمعاقبة المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، وهي تدرس أيضا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتتابع يهدد الناخبون الشباب والعرب بعدم التصويت لبايدن، وتنقل عن مراقبين قولهم إن الغضب ضد البيت الأبيض يرجع إلى استمرار الحرب في غزة والدعم المتواصل للجيش الإسرائيلي. ويضيف هؤلاء، حتى لو لم تقل ذلك علنا كي لا تثير استعداء حليفتها الإسرائيلية، فإن البيت الأبيض يريد وقفا دائما لإطلاق النار، لكن في الوقت الحالي يتم الضغط على الحكومة الإسرائيلية خلف أبواب مغلقة، وإذا تمكن بايدن من البقاء على هذه الحافة فوق الهاوية فإن بدايات تسوية سياسية عظيمة في الشرق الأوسط تلوح في الأفق، ومفادها التطبيع بين الدول العربية السنية وإسرائيل مقابل إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يحرم إيران من الورقة الفلسطينية وفق الصحيفة. طبعا لتون ذكرت يعني بعض ما يجري داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الضغوط التي تتعرض لها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بتأثيرات وتداعيات هذه الحرب ربما على موقفه في الانتخابات وموقف الديمقراطيين بشكل عام، التحول الذي جرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الناخبين خسرهم بايدن في هذه الانتخابات، وبالتالي هل تعتقد بأن الإدارة الحالية تريد فعليا وقفا لإطلاق النار بالرغم من أنها لا تصرح بهذا علنا، كل التصريحات تشير إلى رفضها في هذه المرحلة بالتحديد وقف إطلاق النار؟ أعتقد أن هناك تحول كبير، ذكرت حضرتك التحول، هناك تحول كبير في موازين القوى الذي يؤثر بالنتيجة في إحداثيات الصراع، هو التحول في موازين القوى. لا يمكن أن نقرأ ما جرى في 7 من أكتوبر على أنه حدث مستقل عما سبقه وما أيضا وما سيلحقه. هناك سياق عام، هناك تحول في موازين القوى الدولية أفسح في المجال لقيام يعني معركة طوفان الأقصى. تذكر معي أن هذا الكيان كبذرة وفكرة ولد مع تحول في موازين القوى في عام 1918 بعد انتصار بريطانيا وفرنسا، فكان سايكس بيكو ووعد بلفور. أيضا في عام 45 بعد تحول في موازين القوى لصالح أمريكا كان ولادة هذا الكيان عبر قرار الأمم المتحدة. اليوم في موازين قوى جديدة
المنطقة، أبناء المنطقة، إيران، سوريا، الانتصار السوري الذي يتحقق على المشروع الأمريكي، الصعود الصيني، الصعود الروسي. إذن هناك موازين قوة جديدة جاءت معركة أكتوبر في ظلالها. إذن يجب أن نستفيد من هذا التحول، أن أمريكا لم تعد تلك القوة القادرة على فرض إرادتها في العالم، وإنما هناك أحلاف صاعدة نحن جزء منها. وأيضا اليوم لا تنسى أن هناك عودة لروح الستينيات، روح الثورة البوليفارية، روح الثورة الفيتنامية، الثورة في المنطقة، الثورة الفلسطينية. نحن أمام زخم جديد، أمام روح جديدة. طويت صفحة الأمريكي والإمبريالية وسحب من التداول هذا الخطاب. علينا أن نعيد إنعاش خطاب الثورة البوليفارية، الثورة الأفريقية نيلسون مانديلا، الثورة الفيتنامية، الثورة الفلسطينية. هناك تحول كبير في فائض القوى النفسية، خلينا نسميه، باتجاه القضية الفلسطينية وإحرار العالم. طيب، فيما يتعلق أيضا بما ذكرته صحيفة لتون المتعلق بالصفقة الشاملة أو الاتفاق الشامل في المنطقة، تتعلق بالتطبيع مع بعض الدول الخليجية، واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع في هذا المسار، وبالتالي هذا ما تقدمه حاليا لكيان الاحتلال الإسرائيلي، الذهاب باتجاه هدنة مع الفلسطينيين أو اتفاق مع الفلسطينيين على أن يكون هناك في المقابل تطبيع، لا سيما مع المملكة العربية السعودية. ورسميا المملكة العربية السعودية لم تنفي هذا الأمر، بل تحدث وزير خارجيتها بوضوح عن أن التطبيع مرتبط بالحل في قطاع غزة والحل الشامل في فلسطين. هل تعتقد بأننا سنصل إلى هذه المرحلة؟ لا أعتقد أبدا. يعني هذه نوع من الأوهام، نوع من إسقاط يعني الرغبوية على الواقع. معركة 7 أكتوبر شكلت تحول استراتيجي في مقاربة القضية الفلسطينية. كان الحديث قبل 7 أكتوبر عن السلام الاقتصادي، عن صفقة القرن، صحيح، عن الولايات المتحدة الإبراهيمية، عن تطبيع. اليوم صار الحديث عن قيام الدولة الفلسطينية. حتى الأمريكي بدأ يتحدث عن ضرورة قيام الدولة الفلسطينية. وأيضا لا تنسى قبل عدة أيام تحدث وزير خارجية بريطانيا عن رغبة أو نية لاعتراف الدول الأوروبية بقيام دولة فلسطينية. إذا أعتقد أن 7 أكتوبر كسر المسار وكسر الصورة. كسر المسار باتجاه التطبيع وسلام اقتصادي باتجاه قيام دولة فلسطينية، وأصبحت القوى الفاعلة هي الساحة المقاومة وليس القوى الأخرى. الأمر الآخر كسر الصورة النمطية التي تشكلت عبر عدة عقود، أن هذا الكيان قوي وأنه يمكن التحالف معه، إلى كيان ضعيف يحتاج لمن يحميه. إذن الصورة تغيرت، علينا أن نقرأ في الصورة ليس فقط ما يقال. هذا خطاب أعتقد أصبح من المنسيات، أصبح خطاب ماضوي. اليوم الحديث هو للبندقية. من يمسك اليوم بالأمور ليس هذه الدول أو هذه القوى، من يمسك بالزناد، من يمسك بالمقاومة. إذا علينا أن نفكر تفكيرا إيجابيا ونلغي من التداول كل هذه الأماني. هناك حقائق جديدة يجب هناك تحول كبير باللغة وبالحوار وبأيضا وبتصدير الخطاب على ما أعتقد. على كل حال، صحيفة العرب تتحدث أيضا عن تطبيع سيد خلف وعن هذه المسألة في هذا المقال الافتتاحي من الرياض في صحيفة العرب اللندنية. تقول الصحيفة: يسعى السعوديون إلى الإفادة من وضع الارتباك الذي تعيشه الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تعقيدات الحرب في غزة لتحصيل مكاسب قبل الوصول إلى مرحلة التطبيع التي تراهن عليها إسرائيل. وتنقل عن أوساط خليجية قولها: إن الإحراج هو الذي دفع السعودية إلى وضع ملف التطبيع على الرف عندما بدأت الحرب في غزة، لكن الآن الوضع اختلف، فالسعودية لا تشعر بأي إحراج بعد أن نأت منذ البداية بموقفها تجاه الحرب وانتقدت سلوك إسرائيل ودعت إلى وقف القصف وتجنيب المدنيين ويلات الحرب. وتختم: تعتقد السعودية أن إسرائيل في حاجة إليه الآن وليس العكس، من أجل تأمين مرحلة ما بعد الحرب من خلال تسوية تحوز دعما عربيا. وتطالب السعودية بالتزام سياسي إسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية. إذن لم يعد هناك إحراج الآن بحسب الصحيفة من طرح
السعودية موضوع التطبيع بشكل علني وبشكل رسمي، وكنت قد ذكرت قبل قليل لك تصريحات وزير الخارجية السعودي قبل فترة بأنه هناك إمكانية للتطبيع في حال تم التوصل إلى حل الدولتين، وهناك شرط في الحقيقة وضعته المملكة العربية السعودية أن يتم حل القضية الفلسطينية ومن ثم يصار إلى التطبيع. ولكن تصريحات أخيرة أو تسريبات أخيرة في اليومين الماضيين أشارت إلى تغير ربما في هذا الموضوع، وإلى أن السعودية ستكتفي بالتزام سياسي بحل من إسرائيل وليس بإقدام عملي، وهذا الأمر تحول نوعي في الحقيقة. ومن ثم في حال التزمت إسرائيل سياسيا بحل الدولتين مستعدة السعودية للذهاب باتجاه التطبيع. كيف ترى هذا الموقف؟ اولا انا اتحفظ على كلمه تطبيع، هذا ليس تطبيع. التطبيع هو ان يصبح هذا الجسم الصهيوني طبيعي في منطقتنا، وهذا يستحيل. هذا لا يرتبط بقرار سياسي، هذا يرتبط باراده شعبيه، يرتبط بتاريخ، بثقافه. هو المقصود تطبيع العلاقات نحن تطبيع العلاقات الدبلوماسيه والسياسيه والتجاريه. نعم إذا سمحت، هناك فرق ما بين تطبيع وعلاقات سياسية. أنا ما أراه هو علاقات سياسية وليس تطبيع. التطبيع هو قرار شعبي. الأمر الآخر، لنعود قليلا إلى الوراء، بعد عملية طوفان الأقصى، الرئيس الأمريكي وغيره حجوا إلى إسرائيل، البريطاني والفرنسي، والرئيس الأمريكي خرج بتصريح كنت أتمنى أن نقف عنده كثيرا، وهو في الطائرة قال يجب علينا إدماج إسرائيل في المنطقة. إدماج، لاحظ معي كلمة إدماج. إذن هم يعني قنعوا تماما أن هذا الكيان مرفوض من أبناء المنطقة. ماذا يعني إدماجه؟ أي أن يصبح من نسيج المنطقة. الرواية والسردية الغربية واليهودية أن إسرائيل بين قوسين جزء من العالم الغربي، جزء من عالم الحضارة والليبرالية. لماذا هذا التغير؟ هذا يعني رفض التطبيع ورفض قبول هذا الكيان. إذن علينا أن نفتش وندقق في المصطلحات. هذا يدل على هناك فشل كبير. طبع بصر قامت علاقات مع إسرائيل منذ عام 79 عبر كامب ديفيد، لا ننسى أيضا وادي عربة، أوسلو، هناك دول. ولكن نحن في مؤسسة القدس قمنا باستبيان، 95% من العرب يرفضون مفهوم التطبيع مع العدو الصهيوني. إذن أي حاكم عربي يطبع بين قوسين سيكون معزول شعبيا ومرفوض شعبيا. لا يمكن لأحد أن يسير عكس حقائق التاريخ وأيضا وإرادة الشعوب. ولكن هناك أمثلة، يعني كامب ديفيد، وادي عربة، وهناك أمثلة على اتفاقيات حصلت وعلاقات دبلوماسية وسياسية بين إسرائيل والأردن وإسرائيل ومصر ومؤخرا البحرين، نعم، الإمارات. صحيح صحيح صحيح، ولكن هل جرى استبيان؟ أنا أعطيتك استبيان. أبناء الخليج يرفضون ذلك، والمغرب العربي. إذا نحن نتحدث عن ربما عن أفق سياسي، عن مستوى سياسي، وليس عن قاعدة شعبية. إذا هذا الكيان يعاني من مشكلة أنه مرفوض. تذكر معي كلام رئيس هذا الكيان أننا نعاني من عقدة الوجود، أننا جسم. أنا أذكر كلام للسيد الرئيس بشار الأسد في إحدى خطاباته، قال هذا الكيان كالرصاصة التي تدخل بالجسم فتستقر فيه، ولكنه يرفضها كما الرصاصة في الجسم ترفض، غير مقبول لأنها ليس من طبيعته. إذن لا يمكن لنا أن نقول تطبيع بهذه البساطة. هي بالأساس جاءت لكي تكون عامل تقسيم للمنطقة ولكي تضرب هويتها. ماذا تعني الفوضى الخلاقة؟ ماذا يعني شرق أوسط جديد؟ يعني ضرب الهوية الجامعة وإحيائية طائفية مذهبية عرقية، وبالتالي يصبح الكيان وجود طبيعي ما بين أنظمة تشبهه وكيانات تشبهه. لذلك ترى ما يجري في شمال شرق سوريا من محاولة كيان كردي، وفي العراق، وحتى في الخليج، وحتى في تركيا. إذن هناك محاولة من أجل صياغة المنطقة وفق النسخة الإسرائيلية وليس وفق تاريخنا وثقافتنا وانتمائنا وعروبتنا وهويتنا الإسلامية. تبقى معنا سيد خلف. مشاهدينا، الصراع في البحر الأحمر، السعي إلى الهيمنة العالمية. تحت هذا العنوان نقرأ لليلى نقولة في موقع الميادين نت، تقول الكاتبة: ترتبط العمليات البحرية في البحر الأحمر إلى حد بعيد بالسيطرة على ممرات الملاحة وطرقها الاستراتيجية، لأنها المفتاح الأساسي للسيطرة العالمية. وتقول إن الاستراتيجية التي تتبعها إدارة بايدن
والتي سعت إلى الانخراط في صراع بالوكالة مع الروس واندفعت إلى احتواء الصين عبر تأسيس تحالفات في محيطها الجغرافي وتطويقها بقواعد عسكرية، بالإضافة إلى الانخراط المكلف في الشرق الأوسط من أجل الدفاع عن إسرائيل وترسيخها قاعدة غربية متقدمة للهيمنة الغربية ومحاولة السيطرة على الأمواج بالقوة العسكرية. كل هذه الأمور تجعل قدرة الأمريكيين على فرض نمط إمبراطوري شبيه بالإمبراطورية البريطانية وفرض السلام الأمريكي والسيطرة العالمية أمرا أصعب، لأن الانخراط العسكري مكلف ويحتم مواجهة مقابلة ستكون تكاليفها كبيرة أيضا على الأمريكيين والعالم. فيما يتعلق بتطورات البحر الأحمر سيد مفتاح، هل تعتقد بأنه ما يجري الآن في البحر الأحمر يعد فشلا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية؟ تماما. أمريكا كانت تقول يجب يعني الاستفراد بالفلسطينيين في غزة وعدم توسيع دائرة القتال. ما حدث عكس ذلك، اليوم الجبهة اللبنانية مفتوحة باتجاه إسرائيل باستنزاف كامل، في المقاومة في سوريا والعراق، اليوم في اليمن. إذا أثبتت معركة طوفان القدس أن القضية الفلسطينية قضية مركبة، قضية فيها تكثيف، فيها البعد الوطني الفلسطيني، فيها البعد العربي من خلال اليمن ولبنان وسوريا، فيها البعد الإسلامي من خلال إيران، فيها البعد الدولي من خلال جنوب أفريقيا وفنزويلا وكوبا. إذا علينا أن نقرأ القراءة الاستراتيجية لما يجري. الأمر الآخر، يجب علينا أن نمارس أوراق القوة. نحن أبناء المنطقة نملك جغرافيا بالجيوستراتيجي نقاط التجارة العالمية، الممرات من البحر الأحمر، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، قناة السويس، جبل طارق، الممرات التي أيضا في ملقة، حتى الدول الإسلامية في بتركيا أيضا البوسفور. هذه التجارة العالمية هي شريان أمريكا. لماذا لا نضيق على أمريكا من خلال استثمار في هذه الشرايين؟ لماذا أمريكا تمارس كل أوراقها مع روسيا الاقتصادي، ومع سوريا علينا حرب اقتصادية وقانون قيصر، ونحن لا نمارس حقنا بالحرب؟ اليوم الحروب لا تقتصر على السلاح، الحرب الاقتصادية، الحرب السياسية، الحرب الإعلامية، الحرب بالمقاومة. لدينا أوراق مع الأسف لا نستثمرها. نحن العرب لدينا مشكلة دائما مع الأسف، يعني نضخم من الأجنبي من الأمريكي ونقزم من أنفسنا، وهذا لا يجوز. لماذا هذه العقد لدينا؟ لماذا هذا الاستيلاب؟ علينا أن نفرد أوراق قوتنا. اليوم قلت لك قبل قليل العالم في حالة تحول، نحن أمام موازين قوى دولية، علينا أن نفكر في قطب عربي، في قطب إقليمي لنكون رقم في العالم. لا نراهن على شمالا ولا شرقا، مع احترامي للكل، علينا أن نراهن على أبناء المنطقة. نحن لدينا تاريخ، لدينا ثقافة، لدينا مصالح، لدينا مصير، لدينا عقيدة. لماذا لا نتوحد؟ نعم. لماذا أوروبا تتوحد نعم. على خلافاتها، وأمريكا ونحن على اتفاقنا وعلى تاريخنا وثقافتنا وعقيدتنا نختلف ونتشظى؟ تبقى معنا سيد خلف المفتاح. مشاهدينا، الحدث الفلسطيني حاضر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا زميل حسن عطية من الميادين أونلاين. إليك حسن. صباح الخير لك ملحم ولجميع المشاهدين. طبعا فلسطين وغزة وأهالي غزة دائما حاضرون في وسائل التواصل الاجتماعي. البداية من هذا الرسم المنتشر في مختلف المنصات والذي يتحدث عن الصورة العائلية في غزة. طبعا هذا المشهد وهذا الرسم وهذه الصورة يعني أخرجت بعدة أشكال، منها هذا الرسم وهذا التصميم، أخرجت أيضا بطريقة فيديو، يعني أنتجت بطرق مختلفة. ننتقل إلى فيديو هذه المرة في هذه الصفحة، طبعا أيضا منتشر بشكل واسع وكبير في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا المشهد ليس من مشهد سينمائي ولا فيلم سينمائي، إنما هو مشهد متكرر في غزة منذ 7 أكتوبر. بهذه الكلمات تفاعل الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطات وهذه المشاهد لأحد المباني المدمرة في غزة. طبعا نشاهد في الفيديو هذه الحال التي يعيشها الفلسطينيون جراء الاعتداءات والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
فيديو آخر أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الطفل يحاول أن يظهر صمود الفلسطينيين ويحاول أن يساعد عائلته. طبعا في الفيديو الطفل يتحدث ويسأل لماذا يقوم بوضع الرمل على الخيمة، نستمع إلى إجابته. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. شو بتعمل؟ بحط هذا الرمل. ليش؟ عشان المطر. كيف البرد؟ صعب. بردان انت؟ بردان؟ ايش بدك؟ تخلص الحرب. ايش بدك؟ تخلص الحرب تروح عند رسيده. وانت ايش بدك؟ تخلص الحرب ونرجع على غزه ونروح عند رسيده بحي التفاح. هكذا هي امنيات اطفال فلسطين. وطبعا هنا فيديو اخر منتشر في المنصات في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني في الايام الاخيره وفي الاشهر الاخيره في الشهر الاخير خصوصا هذا المشهد منتشر كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، الاطفال الذين يبيعون اغراضا من اجل ان يساعدوا عائلاتهم في الصمود في قطاع غزه. نشاهد هذا الفيديو. بردان؟ ننتقل إلى فيديو آخر في الميادين أونلاين. هكذا يعني يبحث الفلسطينيون عن الإرسال عند حدود مصر. نشاهد هذا الفيديو. أنا باجي هان بين الحدود بس عشان ألقط شحطة إرسال، حتى إرسال ضعيف بين الحدود المصرية، بس عشان أتواصل مع أهلي، حتى مكالمة عادية ما بقدر أكلمهم، رسائل عادية، وهذه الرسالة بترد فيها الروح. طبعا إحنا بنيجي في البرد بنعاني من ضعف النت. معاناة الفلسطينيين متباينة وكثيرة في قطاع غزة نتيجة يعني الحرب الإسرائيلية على القطاع. وبالحديث عن غزة، هذا الشاب حمل قطته من منزله ويهتم بها ويعتني بها كما يعني كما يظهر في هذا الفيديو. نايما يا ورد أمام للذكرى. هي كانت معك من الدار، جبتها من الدار. وين ساكن انت؟ جبتها من البريج لرفع. تشرق الشمس أهالي غزة يحبون الحياة وكما يعتنون ببعضهم البعض، يحملون الأرواح معهم ليعتنوا بها. ننتقل إلى الولايات المتحدة. الشرطة تعتدي في الولايات المتحدة على المتظاهرين الداعمين لقطاع غزة. هذا الفيديو منتشر في إنستغرام. طبعا المشهد نفسه يتكرر في هولندا أيضا. أيضا الشرطة في هولندا اعتدت على مئات المتظاهرين الذين وقفوا نصرة لغزة. أيضا هذا الفيديو منتشر في منصة إنستغرام. وعلى الرغم من الاعتداءات إلى أن المتظاهرين رفعوا شعار الحرية لفلسطين. هذا كل شيء لليوم ملحم، أعود إليك. حسن عطية شكرا جزيلا لك، وأيضا أشكر سيد خلف المفتاح كاتب ومحلل سياسي كان معنا من دمشق. الختام دائما مع صوت فلسطين في العالم، وهذه المرة من اليمن البطل الذي يدعم فلسطين بكل ما أوتي من وسائل، سواء في العسكر أو السياسة والتراث أيضا. مان بالي الأغنية اليمنية التراثية حضرت هذه المرة أيضا في تظاهرة صنعاء المليونية أمس. مان بالي مان بالي واجعلوها حربا كبرى عالمية. نشاهد معا، وإلى اللقاء في التغطية المستمرة عبر الميادين. من بغانا بتسألوا عنا الجبال فوق روس الشامخات الحميرية، ما جرى لي في
ما جرى لي الدنيا ظالي كلنا القرآن صحي البرية.